يا فالح. فليح ابن سليمان. فليح ابن سليمان هو ابن أبي المغيرة أبو يحيى الأسلمي المدني، ده من طبقة الإمام مالك وابن جريج وابن عيينة وهذه الطبقة يعني. ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي وأبو زرعة، وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به، ووثقه الدار قطني. وقال الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك اجتماع البخاري ومسلم على إخراج حديثه في الأصول يؤكد أنه يعني قوي وأن القلب أميل إلى روايته. طيب، على ضوء الطبقات السابقة هنشوف بقى من الذي ضعفه، من الذي وثقه. ضعفه ابن معين، ده من ايه؟ شددين. وابو حاتم والنسائي، تمام. وابو زرعة طبق المتوسطة، خلاص. وثقه الدارقطني طبق الايه؟ المتوسطة. وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به، ده الطبقة الايه؟ المتوسطة. جميل. والحاكم النيسابوري ذكر أن البخاري ومسلم احتج به في الأصول. يعني في الأصول الإمام البخاري عنده حاجة اسمها الأصول والمتابعات، وهي أظهر عند الإمام مسلم من البخاري. يعني أنت عشان تطلع ما رواه البخاري في المتابعات والشهادات تبذل مجهودا، بخلاف مسلم. مسلم يبدأ الباب بالحديث القوي الذي يحتج به اللي هو الأصل يعني، ثم بعد ذلك يذكر أحاديث الطبقة الثانية اللي فيها بعض كلام، وعادة ما يذكر سياق الطبقة الأولى، إنما في الطبقة الثانية كثيرا ما يحيل، يقول بنحوه أو بمثله، وقليلا ما يذكر لفظ الطبقة الثانية، خلاص. لأن المعول عنده والاعتماد إنما يكون عند الطبقة الأولى. أنا عندي فليح بن سليمان أكثر رجال الطبقة الأولى في الجرح والتعديل ضعفوه، ووثقه واحد من الطبقة المتوسطة، وقبله ابن عدي أيضا نفس هادي، قال هو عندي لا بأس به. السؤال، لماذا يخرج البخاري لبعض هؤلاء الرواة الذين تكلم فيه من نقاد؟ كما ذكرت مرارا في دروس مصطلح الحديث وفي هذا الدرس فيما مضى، أن الإمامان يتخيرا من حديث ذلك الراوي ما لم ينكروه عليه. يعني فليح بن سليمان داخل صحيح البخاري غير فليح بن سليمان خارج صحيح البخاري. ليه؟ لأن البخاري رحمه الله لما سمى كتابه الجامع الصحيح اشترط على نفسه ألا يخرج فيه إلا حديثا صحيحا. فإذا كان هناك بعض الرواة ممن يهم في بعض ما يروي، يعني ليس على الاستقامة الكاملة، فالبخاري رحمه الله ينظر في رواياته هل توبع على هذه الرواية أم لا، وهل هذا من صحيح حديثه أم لا. فإذا رأى ذلك خرج لهذا الراوي ولا يكثر من التخريج له. خلي بالك من دي برضه، لا يكثر من التخريج له، إنما ينتقي
من أحاديثه ما لم يهم فيه أو ما تابعه عليه الثقات. عشان كده العلماء كالذهبي وغيره يأتي على راوي مثلا فيه كلام فيقول هذا الراوي قفز القنطرة. قفز القنطرة يعني أخرج له الشيخان، يعني ما تتكلمش في روايته داخل الصحيح. عايز تتكلم في رواية خارج الصحيح ماشي، رواية لهذا الراوي لفليح رواها أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، روى له الدارمي، روى له أحمد، روى له ابن خزيمة ابن حبان ماشي. عايز تقول هذا الراوي روايته منكرة ماشي، طالما ستثبت بالدليل أنها منكرة، بس ده إيه خارج الصحيح. يبقى إذن رواية الرواة المتكلم فيهم داخل الصحيحين لها حكم بخلافها خارج الصحيحين. الكلام ده لابد أن تستوعبوه، لأنني أنكر الحقيقة على من ينظر في أسانيد الصحيحين، يمسك إسناد البخاري ويقول إسناده ضعيف أخرجه البخاري. لا، ولا حتى تقول إسناده صحيح أخرجه البخاري. العلماء يعتبرون هذا يعني عيبا. مرة كنت في مسجد لأبو العزائم، وبعدين لقيت حديث متعلق خارج المسجد. ليه؟ أنا بصليش في العزائم، عمر ما صليت في أبو العزائم يعني. لكن الحديث مكتوب يعني بنت عريض ومتعلق خارج المسجد عشان اللي ما يشتري يتفرج، يبقى فضيحة يعني. حديث أبي سعيد الخدري اللي هو إيه في صفة الخوارج، يكون يعني قوم يخرج من ضيق هذا اللي هو الرجل جد الخوارج الكبير، رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم صيامه إلى صيامه، الحديث الذي تعرفونه. وبعدين في الآخر قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم، يعني هدومهم ايه فوق الكعبين يعني، اللي هو احنا باختصار يعني تمام، اذا لقيتموهم فاقتلوه. ما هو ده اللي كان علي جمعه قاله في بورسعيد. انتوا طبعا اكيد عارفين وشفتوا كلكم الخطبه اللي انكر على الشاب وقال له انزل يا منافق يا مش عارفين الكلام ده. فما قال هذا الحديث ان لقيتهم فاقتلوه، اللي هو احنا يعني عشان حتى نقل عدد السكان شويه. المهم بعد الحديث ده ما خلص مكتوب تحتها رواه البخاري بإسناد صحيح. طبعا لا البخاري ولا ابن النجار، حتى ابن النجار ده راوي له ذيل تاريخ بغداد يعني، ما بقولهاش كده من دماغي يعني، ولا أي حد روى الايه روى الزيادة دي، طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. وبعدين الجاهل تتمم جهله كما يقال، التقط حق على قتل البطان يعني، وكتب رواه البخاري بإسناد ايه صحيح. طبعا لم تجري عادة العلماء أن يقول رواه البخاري بإسناد صحيح أو لا، لا الحقيقة أنا من بعد هذا التفصيل أنكر على من ينظر في أسانيد الصحيحين. ليه؟ لأنني كما قلت لكم الشيخان يتخيران. يبقى لا إشكال إذا رأيت راويا من رواة الصحيح وطالعت كتابا من كتب الجرح والتعديل زي تهذيب الكمال للمزي، أو مختصرات المزي زي تهذيب التهذيب لابن حجر، تذهيب التهذيب للذهبي، او الاشد منها اختصارا زي الخلاصه بتاع الخزرجي والكاشف للذهبي وتقريب التهذيب لابن حجر. لا، لو ذكروا الراوي بالضعف وهو في الصحيحين يبقى لابد انك تستصحب القاعده التي ايه ذكرتها لك. ده فليح بن سليمان